لا كنا نبغى نطلع بالصرش زين. طيب يا حاتم عرض لي اللغز على الشاشه، خلي الجمهور يشوفه ويحل لنا ويكتب يشاركونا في التاج ويكتبون فريق الفريق اللي يبغونه، يا اما الساطين ولا الاركان. الان الفايز بين يديكم، تحددون انتم يا اما فريق الساطين ولا فريق الاركان. سلطان من توقع يا سلطان؟ سلطان فريق، شو اسم فريقك؟ شو اسم فريقك؟ فريق القوه. طيب تبون انا اسحب التاج نقاط؟ خل انا اسحب هذيك جايز. الفريق الفايز ترى قاعد شي عندها قرايه. صليت الجمعه يا انس. ها؟ مصلي في المسجد يا رب. عشان كذا ما راح تفوز. والله اني مصلي. والله اللي ما يصلي. طيب قولوا ميدي وقف. وقف. تراني مصلي يبه. وقف. اللي ما يصلي ما يفوز. اسحب روح. اللي ما يصلي مثل سلطان. سلطان. وقف. قول وقف. الله يقلب. طبعا الاسم اللي سحبته مهم موجود اللي هو عبد العزيز المسفري. هذاك كان هنا. لا لا مهم موجود. انا قلنا موجود. مهم موجود. هذا هو ماضي خلنا تروح. والله ودي يا سلطان، ولكن انتم لكم حق متفاعلين معي ومدة فقره معي الحق لكم. والله عبد الرحمن يقول ظهر السي تعبان ويستاهل 100 نقطه. يستاهل يستاهل. طيب قولوا لا اله الا الله. حق نقاط الفريق الفايز 3000 والمركز الثاني 1005. حلو. ودكم نخلي الفريق الفايز 2005 ونسحب الباقي من التاق؟ شلون يعني؟ النقاط قصدي. يعني من النقاط سحب النقاط. ما مشكله. ورانا الباقي يستاهل. اللي يجي شيء يستاهل. ورانا سحبنا اثنين باقي سحبنا ورانا الامور. عشان ما يجي. كل وقف يا ناس. وقف يا ريحان. ما في. يلا قول وقف مره ثانيه. وقف. استاهل. وينه؟ اعلن. علي مشعل. استاهل. استاهل والله. فريقي رجلي. حتى لو نظلم ما هي مشكله. محمد قول لي وقف. منو؟ ركان السهلي. ايش دخلك انت؟ قلت لك انا انت مسكتني ظالم والله العظيم مظلوم ما ادري. يلا عيد. تستاهل يا ركان. اصبر بالملح طلع اللي في قلبه على اصبعي. قول لي وقف يا محمد. وقف. تستاهل. منع عن التكرار. منع عن التكرار ورد علي امثال. عيد مره ثانيه. وقف. تكرار. تستاهل طيب. ما في لهم تكين ضرب الاشتاق. وقف. عد 1 2 3 ادخل على هاشتاج. عيد 1 2 3 انزل تحت. عيد 1 2 3 يا فيحان. عيد روح 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 روح. وقف. عيد ابدا بتصور. والله الحرام انه يستاهل اذا عطل اسمه يا فيحان. والله والله العظيم انه يستاهل. حرام ما يستاهل. حرام انه ما يستاهل. وقف. نفس الطريقه والله عنه يا عيال. والله العظيم ماني بكتب. لا والله صدق. لا نعم صدق. ما بد شوف ترى انا متحملك على انك مدير يعني تذب على طقمي ما يصير. عبد الرحمن الكليب يا اهل تسمعوا يا عيال نصيحه مني لكم هذا الرجل هذا مدحوه يستاهل والله انه يستاهل المدح صفقه لعبد الرحمن. تدرون ليه قلت صفقوا؟ لانه قال ميدي مخصوم حق الحلقه اليوم فلذلك قلت ميدكم صفقوا وتعزون معه. ها يقول طقمك خايس. مدير حلو مدير. يلا قول وقف. منو عبد العزيز المجيد؟ عنك حلال عنك ظهر سعود عساه. تكرار. اي صح. جاك اجين. وقف اجين. اصبر 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 اصبر. انت رحت تحضر. حدث اخر شيء يا ابو ماضي. والله اجيب انا ما بسحب الا صح. بسحب الا بس. تعال. والله ان الله يشاء يا رجل. عبد الرحمن القليبي. عبد الرحمن الكليب يقول افضل مهاجم ترى جاك سحب. قالوا المري قالوا يقاطع هذي ذاك اللي قد جاله مهاجم على قوله. اسحب يا سلطان. خاصم ما جاك في وجه. ما اقول تحت. وقف 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 هاي باشر. ها بسم الله. واحد اثنين ثلاثة. ايش بهم راح هنا راح. بسم الله. وقف خلنا نشوف لين يجينا ان شاء الله ركان ولا شيء. لا خلاص رح تحت ولا فوق. انا بقى قرب. الو
يا الله يسامحك يا مدير، تقول ليش شنو وجهك؟ ايش عندك يا مدير؟ يلا يا مدير الغروب. شوف انا بمر لك على الاسم اللي تبغاه وبوقف. وقف 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 وقف. ركض سالي استاهل استاهل وتكرار يلا وراه. لا مو تكرار تكرارا صح؟ لا حسن حسن مو وياه هذا مدروس عزوز. مشوها مشوها هو برتاع ايش الليله بعام ايش الليله بعام بس اسم مو طيب. توقف التاك، علق التاك 800 اللي قلتها الباقي توزع عليكم كلكم 50 50 50. حلو استاهل. طيب عبد الرحمن عرفت اللغز؟ عبد الرحمن عرفت اللغز؟ اسمك الاول. تعال الاول شوف الجابات. هذا صاحبك هذه. انا مجنب من اوادم ما يخون مجنب على اخوانه ما يخلى. تعيش. تعيش رايح. عبد الرحمن. ها؟ ها؟ الاشارة حمراء هذه. وين؟ ارزاق ارزاق. الله الله يمت. ارسلته على ابو ربيع. ايوه ذكريات البزنس سنين. الله الحين الناس يشوفونا كذا كل شيء يجون واحد يجون فيصل طلال فيصل طيقه عشان ناخذهم دور بدور واللي ما يلعب يا ويله في فقرتنا هبت ريح. هذا الواقع يا جاهلها مطيب من هلا اهلها والواقع دايم تجمعنا في فقرتنا هبت ريح. جينا جينا نلعب ونسليكم والجمعه موعد. جمهور الغالي بينزل الان اللغز على الشاشه التلميحه الاولى، التلميحه الثانيه شاركونا في التاج بالاجابه والفريق اللي تبغون تهدون له الفوز تنزل. التلميحة الأولى وسيلة استدامها الأجداد وأحبها الأحفاد خاصة عند صباحات الأمجاد. التلميحة الأولى تقول وسيلة استخدمها الأجداد وأحبها الأحفاد خاصة عند صباحات الأمجاد. عاد نوضح لهم؟ لا ممنوع. التلميحة الشعرية يقول شاعل خبر منه وصادر تصدار منقورة قالها كل قايل وقايل تمشي محطاته ولو كنت لو كنت سمار تطرح مواضيعه وترسل رسائل. هذه التلميحة الشعرية الثانية. شاركونا في تاج البزنس 48 شاركنا إجابتك والفريق اللي تبغى تفوزه بالنقاط. سهل لغزك. ايوه الثاني سهل يا رجل. طيب نبغى احد سهل يعطينا كلمه في اخر ساعه من يوم الجمعه ويذكرنا بالوقف. صبر الوقف عن علي الشبراني نواف علماني. اسلم واحد يا ربعي علي تفضل. صلوا على النبي لان يوم الجمعه سرورا من الدعوات. في اخر ساعه من يوم الجمعه حابين نذكركم بالوقف الاول اليتيم بوادي عمود بمنطقه